على صوت الرحى وصورة بيت الطين وأصوات أهازيج الفريج تجتمع كل الذكريات في لوحة خشبية من الطراز القديم لنرى من خلالها ألوان الأبيض والأسود، فلا جمال يعلو على جمال التراث القديم ومجد الماضي. إذا حضر التراث جميعنا يقف منبهرا من فنياته التفصيلية والتي لا ينافسها الطراز الحديث، وإن بلغت الألوان مبلغها من لفت الانتباه. مساكم الله بالخير مشاهدينا، ومساكم جميل معانا اليوم في حلقتنا التراثية، ومساك خير يا عمر. ومساك أكيد نور وخير يا عاشة، ومساء التراث الذي تتشابك أسراره كحبل متين ولتشكل طوق النجاة لهويتنا الإماراتية. نتأثر نعم، لكن نؤثر بما لدينا من تراث وروايات عظيمة المقصد. مساكم تراث يتجدد وباهتمامكم تراثنا يتسيد. مساكم نور حينما ينعكس ألقه على كل بنيان شامخ، بل وإن تعالى في الشموخ يبقى الماضي الواسع هو الأجدر. بالاهتمام والفخر والاعتزاز هو ما سطره جدي وجدتي من حكايات الأولين. خلونا نتابع معاكم لهذه الحلقة صورة التراث البراقة والناصعة في الأصالة التي تأتيكم مباشرة عبر برنامج حديث المساء. واليوم مسانا مختلف يا عاشة بما يتضمنه من تراث وحديث الأولين عن هذا الماضي اللي نحن نعتز ونفتخر فيه. أكيد يا عمر، نحن دائما نستانس في حلقة يوم الثلاثاء بحيث أن نحن شوية نعيش حياة الأوليين، حياة الآباء والأجداد، نتعرف على كل المصاعب اللي هم عاشوها وناخذ منهم أيضا العبرة والحكمة. فأتوقع اليوم حلقتنا فيها الكثير من الأشياء المميزة، وفيها الفقرات اللي نحن نتنافس فيها، المصطلحات والأمثال الشعبية. المصطلحات يا رب تعرفي شيء منهم عاد اليوم عاشة. ما أظن، أتوقع المصطلحات هي اليوم وايد صعبة، فما مداني ادور عليها، شلوا عني التليفون. يا سلام، ها شوف هذا الاساس، انك انت لازم يكون عندك مخزون من الكلمات التراثيه والكلمات الحين القديمه. الحين عمر على اساسه ما شاء الله عنده مخزون كبير بالمصطلحات التراثيه والمصطلحات القديمه. بالنهايه الرهان موجود على الهواء مباشره بتحدينا لكل واحد يعرف شو معاني الكلمات. اكثر ما نحن يعني نقدم برامج تراثيه اكثر ان نحن نتينا مصطلحات ما نعرفها، لان تعرف المصطلحات التراثيه بحر واسع وبحر كبير، الواحد كل يوم يتعلم منه شيء جديد، فلا تسوي فيها انك انت الحين ما شاء الله بتعرف كل المصطلحات. والله بنشوف ان يعني التحدي قادم في الفقره الثانيه، واكيد راح نشوف اذا كانت مصطلحاتنا راح تكون موجوده، والعناوين اللي نحن راح ناخذها ايضا راح تكون جديره بتعريفنا لمحتوى الحلقه بكل تفاصيلها المميزه. ان شاء الله بنشوف كم بتيب من خمسه انت ان شاء الله. فمشاهدينا بنعرفكم الحين في العناوين اللي بتكون معنا في حلقتنا لليوم. مساجد كلباء القديمه، منارات تحتفظ بالتاريخ. لطالما مساجد كلباء كانت جديره بذكر وتخليد التاريخ عبر السنين الماضية، وأكيد كان لهذه المساجد قصة بالتأكيد راح نسترجعها من خلال تقريرك اليوم التراثي. أكيد يا عمر، المساجد في مدينة كلباء لها أهمية كبيرة، ولهالسبب يتم ترميمها بين فترة وفترة. بنعرف مشاهدينا عن المسجد اللي نحن كنا فيه في وقت التقرير. أكيد، وإلى أن نصل إلى محتوى هذا العنوان ننتقل إلى عنواننا التالي، الحرف القديمة كنوز الأجداد. حرف كثيرة كانوا يمتهنونها ويشتغلون فيها الآباء والأجداد وأيضا الأمهات في الماضي، ونحن صحيح. اليوم بنتعرف على إحدى هذه الحرف اللي كانوا النساء يشتغلونها في الماضي، بتعرفونها إن شاء الله مع في الفقرة الثانية مع ضيفتنا اللي بتنورنا اليوم في استديو حديث المساء. بلا شك. وأيضا بيكون عندنا اليوم الفن الشعبي موروث يرتبط به الأبناء. طبعا الموروث الشعبي وأهميته لتعليمه لأبنائنا وتخليده عبر طبعا إعطائهم وتلقينهم هذه الموروثات الشعبية اللي نحن نعتز فيها واللي تعبر عن هويتنا الإماراتية هي مهمة جدا. وأيضا انتقالنا إلى عنواننا التالي، الألعاب الشعبية ترفيه متنوع يبهج النفس. الكثير من الألعاب البسيطة والألعاب البدائية نقدر نقول عنها اللي كانوا يخترعونها ويكتشفونها بروحهم الأطفال أيام قبل، كانت تضفي أو تعطيهم نوع من المرح والترفيه. كانوا ما شاء الله يستمتعون بهذه الألعاب البسيطة عكس أطفال اليوم اللي ما يقتنعون بأي لعبة بسيطة. والله اليوم ألعابنا اختلفت واختلف معانيها واختلفت كل تقديراتها لدى الاطفال وحتى الكبار، اتوقع الكبار اليوم قاموا يلعبون هالالعاب قبل الاطفال. اكيد حلوة راح نستمتع فيها. والله هي حلوه، ولكن يعني لما نتكلم عن اضرارها وايجابياتها اتوقع الاضرار تتغلب اكيد على فالواحد لازم يكون حريص يعني، وتكون في رقابه طبعًا من الاهل في هذه الالعاب الجديده اللي قاموا يلعبونها الاطفال صحيح. بكثره في هذا الوقت. طبعا عاشة، الان ننتقل الى موضوع النقاش لهذا المساء، ومن طبعا عنوان مميز جدا راح ناخذ في هذه التفاصيل اللي ممكن تفيدنا في حياتنا من زوايا مختلفه. الاخطاء الدوائيه طبعا لربما لها حيز من حياتنا، في بعض الاحيان نحن
نحول من أخطائنا إلى علاج ودواء فعلي لبعض المشاكل اللي تواجهنا في شخصياتنا، إن كان من السلوك أو العادات أو بعض المهارات اللي نحن نمتلكها، ونحاول نغيرها من خلال تجارب أخطائنا فيها سابقاً لكي تكون هي الدواء في المستقبل. أكيد يعني كل إنسان ممكن أنه يخطأ، أنت تخطأ وأنا أخطأ، وكل الناس معرضين للخطأ، الواحد ما معصوم من هذا الخطأ، لكن الفكرة أن الواحد يتعلم من هذا الخطأ أو من الموقف الغلط اللي هو تعرض له. فليش نحن نقول دائما أن أخطائك دواءك؟ نقدر أن نحن نوقف وقفة مع نفسنا، نعرف هذا الغلط ونستخدم الغلط كدواء أنه يقوينا مرة ثانية ويعطينا القوة بحيث أن نحن نصلح الغلط إلى عمل صحيح. يقول لك الجميل عاش بأن نحن نتعلم من أخطائنا، ولكن العظمة شوفي العظمة بأنك أنت تتعلم من أخطاء غيرك، يعني لا تنتظر بأنك أنت تخطئ وتتعلم. وللأسف هذه قيمة قاعد يزرعها بعض أولياء الأمور، ما نعمم، ولكن بعض أولياء الأمور يقول لك يا أخي لما تيجي وتقول لولدك غلط في شيء الفلاني، يقول له خليه غلط عشان يتعلم، غلط. لو ما غلط ما بيتعلم. يزرع من خلال هذه القيمة بأن نحن فعليا خلاص الغلط لازم يكون موجود معنا في كل المجالات. غلط هذا الشيء يعني لكن هو اللي نحن نشوفه ومنتشر بشكل كبير، أن أولياء الأمور مثل ما ذكرت يا عمر يتريون الابن يخطأ عشان هو يتعلم من خطأ. ما نربط المبادئ وما نكبر الأطفال على هذا المبدأ، لازم تغلط عشان أنت تتعلم، ولازم بعد يفرقون بين الفشل والخطأ. الفشل يمكن الإنسان هو إذا غلط ويكون واعي أنه عمل شيء غلط لازم يصلحه، لكن الخطأ الشخص ممكن أنه يرتكب الأشياء الخطأ لكن ما يكون واعي ولا يدرك بأنه اللي عمله شيء غلط. فلازم الواحد يدرك نقطتين، أن تكون عنده قوة أنه يصلح الغلط اللي هو مر فيه، وغير هذا يعترف بالخطأ. بالفعل الإنسان اللي ما يعترف بالخطأ ما راح يتعلم. أكيد، وأتوقع بأن يعني حان الوقت لكي نستفيد من هذه الأخطاء ونجعلها فعلا هي دواء لعلاج بعض المشاكل إن كانت تواجهنا نحن شخصيا أو حتى لأفراد محيطين فينا، إن كان بالعمل أو البيت أو حتى في الدراسة. اليوم أخطائنا تعتبر مدارس، فبالتالي هذه المدارس الصغيرة لربما بتجاربها وبمحتواها، ولكن يمكن تعلمنا أشياء كثيرة جدا. وهذا اليوم نحن نبغي نقوله من خلال عنوان الأخطاء الدوائية، ممكن الأخطاء على سوء طبعا وجودها في حياتنا، ولكن تعلم منها. فعلا ممكن نحولها إلى دواء في علاج بعض المشاكل. نقدر نقول أن مدرسة الأخطاء هي اللي نحن نتعلم منها الحكمة ونتعلم منها الأشياء الصحيحة في حياتنا. وشيء أخير، يعني ما بلازم نحن نخاف من الأخطاء في حياتنا، لأن الخطأ على ما أعتقد هو جزء من حياة البشر. نحن لابد بأن نحن راح نخطأ، ولكن ما نجعل الخطأ واجب ويعني في بالنا حاضر معنا في خوضنا للتجارب. لازم يكون عندنا الخطأ يعني بمحض الصدفة أنا أخطأت لعدم تقديري لهذا الأمر أو حتى في بالنهاية الإنسان مو معصوم من الغلط، كل واحد معرض للغلط، لكن الصح أن الواحد يتعلم من الغلط اللي هو يقع فيه. هذا هو كان موضوع حلقتنا لليوم، راح ننتقل مع مشاهدينا لأهم الأخبار المتداولة والمنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. والوسم اللي بنتكلم عنه اليوم وهو وسم اليوم اللغة، اليوم العالمي للغة العربية في 2018. يحتفل اليوم العالم بأكمله ب 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمناسبة 18 من ديسمبر عام 1973 والذي شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة خلال انعقاد الدورة في 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وأكيد صدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 في ديسمبر عام 1973 بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وأيضا لهيئاتها مع باقي اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة. وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية أرابيا التابعة لليونسكو اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أكدت المديرة العامة لليونسكو بأن اللغة العربية تعد رمزا للهوية، فهي اللغة الأم لما يزيد على 290 مليون نسمة من سكان الأرض، وتعد اللغة العربية مصدر لتراث ثقافي وعلمي كونها وسيلة للتواصل في الحياة اليومية. واللغة بالنسبة لي أنا هي كما قال القائل إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها ما احتفظت بلغتها.
فنحن الآن ينطبق علينا قول هذا القائل. إذن إخراجنا من هذا الحبس الاحتفاظ بلغتنا، وما أسهل ذلك. لا نريد جهادا ولا نريد سلاحا، وإنما نحتاج إلى فكر عميق صادق مؤمن بأن هذه اللغة هي لغة جبريل عليه السلام، وهذه اللغة هي لغة القرآن. ولذلك لو زالت هذه اللغة أو شوهت، وكأنك أنت تشوه ذاتك وإيمانك وكل مكوناتك التي الله سبحانه وتعالى حباها لهؤلاء العرب الذين كانوا في صراع مستمر على أتفه الأسباب، وكانوا كذلك يأتون بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك أكرمنا الله بهذا الدين، وأكرمنا بهذا العقل الراجح، وأكرمنا كذلك بهذه اللغة التي والله والله يقولها لو جمعنا كل لغات العالم لا تأتي إلى جانب حرف من هذه اللغة. إذن أباً وملهماً دائماً لكل ما فيه خير لأبنائه وللمجتمع وللعالم أجمع، هو يتحدث عن اللغة العربية وأهميتها في هذا الوطن والاهتمام فيها لعدم اندثارها بازدياد. أكيد صدق سمو الحاكم فيما قلته، والله والله أقولها لو جمعنا كل لغات العالم لم تأتي إلى جانب حرف من هذه اللغة. صحيح. ما ننسى أن اللغة العربية هي لغة القرآن، ومن أكثر صحيح. اللغات السامية واللغات السهلة اللي ممكن الواحد يتعلمها ويتعرف على مصطلحاتها. يقولك أكثر صحيح. من 500 مليون نسمة يتكلمون باللغة العربية يعني بكبر مصطلحاتها وحروفها، وأن هي بحر كبير الواحد لو تعلم يظل كل يوم يتعلم منها. صحيح. اللي هي تظل اللغة الأولى صحيح. وكل واحد ممكن أنه يتعلمها بسهولة. صحيح. طبعا لطالما كانت اللغة العربية هي من أقوى اللغات على مر التاريخ، لأن اللغة العربية باختصار تحتوي على 12 مليون و400 ألف إلا كسور من المصطلحات، هذا العدد دون تكرار طبعا. يعني لك أن تتخيلين عظمة اللغة العربية، ولك أن تتخيلين أيضا أسماء كثيرة جدا. يعني عندك لاسم السيف 150 اسم، لاسم الأسد 80 اسم، تعدد الأسامي بنفس المعنى فعلا، لاسم العسل على سبيل المثال 50 اسم. نعم. عندك أسماء كثيرة جدا. ويقول لك أيضا أحد الحكماء بأن لو أمضى الإنسان حياته كلها يتعلم اللغة العربية لأدركه الموت قبل أن يصل إلى نهاية هذا العلم. نعم، هذا يدل على أن اللغة العربية بحر كبير من المصطلحات ومن المفردات، وبشكل يومي الواحد يتعلم فيها كل شيء جديد. والمهم بأن نحن لازم نقوله في هذا الموضوع، سأل أحد السائلين لأحد أيضا طبعا الأشخاص المهتمين باللغة العربية، سألوه. نعم. فقالوا له يعني هل لهجتنا العامية في الوطن العربي بأكمله تعتبر لغة عربية؟ هل لغاتنا أو لهجتنا عفوا العامية هي تعتبر لغة عربية؟ فأجاب باختصار بأن اللغة العربية الفصحى هي انجمعت من أساس هذه اللهجات العامية، ففعلا في بعض المصطلحات يمكن لتخرج عن اللغة العربية، ولكن تبقى اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي نقدر نقول أنها تتعدد فيها اللهجات. صحيح. وتكون مفهومة وسهلة للجميع. من بعد هذا الموضوع اللي هو موضوع اللغة العربية راح ننتقل إلى فقرة العجائب والغرائب. شو تتوقع أنا محضرت لك اليوم؟ والله ما أدري، فيديو ولا راح يكون معلومة؟ اليوم جبت لك فيديو. فيديو طبعا هنشوفه مع المشاهدين. فيديوهات ما أدري دائما تخص الأطفال، إن شاء الله ما يكون هذا يمكن ما يكون فيها قطة ولا طفل، يمكن. طيب نشوف. نشوف الفيديو.
تعرف انه هو في طفل، بس ابغيك تخمن انه يا قط يا طفل. قلت لك متاكده كنت تعرفي؟ هي تعرف الفيديوهات اللي انا ايبها، خاصه فقره العجب والغرائب لازم يكون فيها طفل. طيب اولا يعني فيديو جدا جميل، يعني اهنيك بطبعا اختيارك لهذا الفيديو، وهذا يبين بان الاطفال عندهم ذكاء خارق ما يتخيل احد. وجمله خاطئه وشائعه ما بين الجميع بان طفل وما يعرف، طفل ما يفهم، الاطفال يفهمون يدركون كل شيء اكثر من الانسان الكبير والانسان الواعي. لهسه ونحن نتونس يعني بالفيديوهات اللي فيها اطفال، نحس صدق ان فيهم نسبه ذكاء ما شاء الله، يعني الله يحفظهم كبيره. فالفيديو الجاي ان شاء الله يمكن يا رب تغيرين وتبعدين عن الروتين اللي انت لو تسوي شيء جديد شيء غريب عجيب، يمكن انا احطك في فقره العجب والغرائب. والله يمكن ونوصل للوسم، يكون وسم الحلقه يمكن، ليش لا؟ ترقبوا مشاهدينا الفيديو اللي بيكون في عمر. الاختيارات دائما ما تكون امانه هي في ظلها ابتسامه، في ظلها نتعلم شيء جديد ويمكن نعي وندرك المعنى الحقيقي لهذه الحياه بكل تفاصيلها من خلال فقرة العجائب الغراب. لذلك نعم. نشكر أيضا فريق العمل على مجهودهم اللي هم يبذلون فيه. أقول لك أنا جايب الفيديو، تشكر فريق العمل؟ أنا أشكرهم على المحتوى المتبقي يعني الآخر، بدل ما يشكرني على الفيديو. أنا جايب يعني الفيديو، لحظة، أنا شكرت فريق العمل، أنت مش ضمن فريق العمل؟ الفيديو أنا بروحي جايبت لنا. زين أنت ضمن فريق العمل؟ يلا شكر خاصة فريق العمل. أنت ضمن فريق العمل، فأنا شكرت ومن ضمنهم أنت وأنا، وأكيد كلنا طبعا يعطينا العافية على هذه الاختيارات يا عاشا. شكرا لك يا عمر على هالكلمات الحلوه. وصلنا الحين لفقره شو هي الامثال الشعبيه. دائما نحن نتعلم اشياء جديده من هالامثال الشعبيه اللي كانت تشكل اطارا ثقافيا ثريا، الواحد يتعلم من تجارب السابقين ياخذ منها الحكمه اللي ممكن تفيده في حياته. انت بتبدين ولا انا؟ المثال الاول عندي. اوكي، يقول لك المثل الاول من الهريس نبي المله. من الهريس نبغي المله. هي تعرف شو يعني؟ شو يعني؟ مو من العريس، من الهريس. هريس. والله قلت هي. الهريس. انزين، يقول لك المعنى من هالمثل يطلق على كل شخص يطلب كل شيء ويدفع ماله ويحط في الكثير من الامور اللي ممكن انه يكون ميمعنها، لكن بالنهايه ما يستفيد من هاي الشغله، يعني كانه دفع وحطه وبالنهايه ما شيء فايده من هذا الامر اللي فعله. يا سلام، اهم شيء وجود الهريس في الموضوع. هي اهم شيء الهريس الموضوع. الهريس طبعا اسامه قاعد يضللنا وكاتب لنا العريس، جزاك الله خير. جزاك الله خير اسامه. طيب انتقالا ايضا لمثلنا التالي، ومثلنا الثاني يقول ما حد يولي الفار شحمه. ما حد يولي الفار شحمه. ايه شو يعني؟ يقول لك ومعناه بدون ما تغشين عاشا، يضرب هذا المثل عند وضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب. يعني هذا المثل ينطبق علي جمله وتفصيلا. ليش؟ ما ادري، حسيت بيبي قالوا لي الجماعه في فريق العمل بان هذا المثل ينطبق عليك قبل لا اعرف معناه. لا ما اظن، كمل المعنى للمشاهدين. طيب هذا المثل مثل ما قلتي عاشه، هو يضرب على او عنده وضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب. صح، انت قلتي المناسب. طبعا ايضا في المكان الغير مناسب او العكس كمان يولي خائن الامانه حراسة خزينة مالية. يعني الحين في هذا المثل ينطبق على الشيء الزين والشيء الشيء. يعني ممكن أقول للشخص اللي فعلا أنت وضعت في مكانك المناسب، ممكن أقول للشخص اللي نوضع يخون الأمانة فعلا. نعم، زين المثل الثاني اللي عندي هو أنت. المثل الثاني اللي عندي هو المثل الثالث، لكن الثاني اللي عندي ممتاز. أنت تاكل وغيرك يعد الطعام. أنت تاكل وغيرك يعد الطعام. الطعم اللي هو نواة التمر الرطب. ايه انزين، يضرب المثل للناس اللي دائما يحطون عينهم على نعم غيرهم وعلى الاشياء اللي عند غيرهم، يعني من باب انه يحسدون غيرهم على النعمه اللي هم فيها. الله يكافينا الشر ان شاء الله. ان شاء الله، فهذا هو المعنى من المثل، ان الواحد يعني يحمد الله على اللي عنده وما يشوف اللي عند غيره وما يحسدهم. والله نتمنى الله يبعد عنا الحسد، وان شاء الله نكون كلنا بخير ونعمه وعافيه. نعم. ونشكر رب العالمين على كل النعم اللي ينعمنا بها. طبعا المثل الاخير يا عاشه، من كثره الرعيان ضاعت الغنم. شو يعني؟ المثل يقول لك معناه يحمل المثل مفهوم اداريا، فاذا اوكلت مهام الى اكثر من مسؤول فان النتيجه ستكون غير جيده، والمثل قريب من مثل اخر وهو نواخذانا طبعوا او نواخذتنا طبعوا المركب
وطبعوا معناها يعني يمكن المعنى من المثل يوم يحطون اكثر من نوخذة على سفينه ممكن انه كل واحد يبدي رايه ويعطي رايه اخر شيء تغرق السفينه ما يوصلون لشيء صح ويقول لك لازم هذا اهميه بان الشخص لما بيقود شغله معينه لازم يكون في قائد واحد وما تتفرق هذه الفرق ب طبعا توجيهين واحد يوجه صوب والثاني يوجه صوب هذا يضيع فلازم يكون في مسؤول واحد طبعًا. او في نوخذة واحد وهو اللي يعطي الاوامر صحيح هذه كانت الأمثال الشعبية لحلقتنا لليوم الحين بننتقل للمصطلحات اللي عمر قال إن أنا ما شاء الله عندي موسوعة مصطلحات تراثية الحين بنشوف هاي الموسوعة اللي عندي شو الكلمة الأولى؟ السجي الكلمة الأولى السجي شو يعني؟ والله أنا بسأل المصطلحات خلها كلها عندي والإجابات عندك بشوف الموسوعة اللي عندك لا 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 الحين ترى تتهربين من اللي جا السجي زي شو يعني؟ السجي والله أتوقع يعني ما ادري هي لها علاقه ببيتواقيت لربما والله ما اعرف السجي يعني ما له علاقه بالاقمشه والملابس والحياكه او شيء انا اتوقع بان لها علاقه بالاوقات يعني في اوقات اليوم العصر المغرب او شيء بهذه الطريقه طيب المصطلح الثاني اللي هو البابا 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 مو بابايا يعني البابا البابا شو معنات البابا البابا ما اعرف ما اتوقع هي اداه يستخدمونها في البيوت ما أدري في البيبان طيب. يعني قصدك؟ يمكن المصطلح ثالث عاشر البقارة البقارة هذه في البحر في البحر؟ لا أتوقع في النخل في النخل؟ في النخل بقارة في النخل. ولا في البحر؟ أنا أقول في النخل ما أعرف والله أنا أتوقع أنا سمعت هذا المصطلح سابقا طيب المصطلح الأخير اللي عندنا أو اللي قبل الأخير هي. اللي هو دغابيس دغابيس شو يعني؟ دغابيس شيء في البحر شايف البحر نحن كل مصطلحات يا شايف البحر يا شايف البخل لا انا مشيت على نصيحه زميلنا سعيد المصطلح اللي تستصعبينه عقي يا في البحر يا في النخل يا سلام يذكرك يا سعيد على هذه النصيحه اللي ما كانت في محلها امانه طيب المصطلح الاخير اللي هو الاخماري يمكن شيء من لبس الحريم قبل من الخمار قصدك يمكن والله ما ادري والله يا اسامه يعني نشكرك على هذا المجهود ولكن دائما ما تشتتنا في هذه المصطلحات وتشتتنا بالمعاني وحتى في التخمين يعني الحين هو قالنا ولا مصطلح صح يقول انا ارد عليك وين الموسوعه اللي توك تقول انا موسوعه وعرف وعندي مصطلحات انا قلت اتمنى باني انا يكون عندي المعلومات الكافيه اسبت اخذ هذا الكم من المصطلحات قاعد افكر في المصطلحات انا بظهر فاصل مع المشاهدين نرجع نواصل بعد خلكم معنا حياكم وعودة لكم مشاهدينا لاستكمال ما تبقى من برنامج حديث المساء وفي فقرتنا التالية مثل ما عودناكم في يوم الثلاث ناخذ حرفة أو مهنة قديمة امتهنها الأوليين القدامى من المهن اللي نحن نعتز فيها ونخلدها إلى هذه اللحظة طبعا اليوم راح نتحدث عن إحدى هذه الحرف القديمة اللي كانوا يتميزون فيها أمهاتنا في السابق بخيوط فضية من الخوص أكيد يسعدنا اليوم بأن نحن نتحدث عن التلي هذه الحرفة الجميلة اللي امتهنوها طبعا كل النساء الإماراتيات في السابق ولا زلنا نحافظ على هذا الإرث الإماراتي الحقيقي في هذه اللحظات نرحب بطبعا ضيفتنا المميزة واللي راح تعرفنا على هذه الحرفة الوالدة فاطمة عبد الرحمن حياك الله ويا مرحبا بك أهلا وسهلا فيكم تشرف فيكم مساك الله بالخير خالو فاطمة يا هلا والعافية طولة العمر يا تسلمين خالو طبعا نحن اليوم بنتكلم وياك عن إحدى الحرف اللي كانوا الحريم أيام قبل يشتغلون فيها ويمتهنونها وبنتكلم عن التلي فأنا أبغي نعرف من خلالك كيف كنتوا تسوون التلي من البداية وكيف كنتوا بنات صغار كانوا يعلمونكم هاي الشغلات فكيف تعلمتوها علمناها الله يسلمك يعني حد من أهالينا يعرفوا بالبداية هي. وبعدين قمنا نشتغل فيها من الخوص والهدوب والمنى وهاي الدحارة هاي الشغلات اللي تحتاجونها في التلي هي. يا سلام والتلي نوعين هذا واحد اسمه أبو خوصة وشيء أبو هاي هذا اسمه يعني أبو خوصة يعني شو اسمه يا الله نسيت هذا اللي يكون لونه يا فضي يا ذهبي ولا تقصدين الخيوط
لا هاي هاي يعني بخوصة اسمه. بخوصة هو في أنواع. وفي اثنين بخوصتين اسمه هاياك غير بخوصتين يعني يسمونه بخوصتين غير. زين. وفي شيء منهم يسووا كلكندي فيه. بخوصة. شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بينهم عدد الخيوط على يعني؟ عدد الخيوط وعدد الخوصة. ممتاز. طيب الوالدة يعني قبل. هاي اسمه بفتلة. بفتلة. هاي الأوليين اسمها أبو فتلة بس الحين غير الاسم أبو خوستين اسمها أبو فتلتين وكلكندي يعني الكلكندي اسمه بعد أبو خوصة وسير التعال اسمه أبو خوصة يعني بالأنواع يعني على حسب الكيران. طيب أمي أنا يعني قبل لا نبتدي الحلقة كنا سولف معاك وقلتي بأن شوي تغير التلي عن اللي كنتوا تسوونه قبل في الماضي. شو اللي تغير فيه؟ تغير السلمك الخوصة أول كانت من الفضة الحين هذا خوص عادي يعني مو بفضة يعني لا لا عادي تأخذونه هني من مكانه. الفضة الحين أول الفضة إذا خدمته وركبته كرمت على ثوبك زين يعني ما تقدر تتوح التلي وإذا حرقته الخوصة تتم بروحها. يا سلام تطلع حتى لما الليلة ما تشتروا يشتروا التلي مع الخوصة عشان ياخذوا التلي الهدوب تحترق طبعا. شو اللي يسمى الخوصة تم هو الخوصة افضل يعني الفضة افضل يعني والنهاية عادي يعني. انزين الحين في التلي انتم تستخدمون المخدة وعدد معين من الخيوط وهاي اللي يثبتون عليها المخدة الكاجوجة كم خيط تحتاجون عشان انتم تسوون التلي؟ على حسب ولا يعتمد على حسب الحرمه شو تبغى انت يعني هو اي شيء يعني كيف يعني مثلا يوم تبي تشتغلي فيه متى ما تحبي اشتغلي يعني وقت ما بتخدمينه انت تخلصين على حسب وقتك. على حسب وقتك يعني ما عندي شغل وتبي تتسلي لا انا قصدي كم خيط تستخدمين؟ شوفي خلو فاطمه اول الهدوب يقولون في عدد معين اول الهدوب هذا غير الاوليين غير يعني على ثلاث ادوار الحين الخيوط هذه من اللي خيطوا فيها الكراخين خيطوا فيها الملابس الأولية راحت ماكو الهدوب الأولية الأفضل هدوب الأولية أحسن التم ما تخترب لا ما تخترب ما تخترب الخوصة ما تخترب أما الهدوب التم بس يفترق خدمة التلي يفترق. أمي طيب يعني بما نحن نتكلم عن التلي يعني أباك شوي تترمسين عن بنات اليوم هل يعرفون يسوون التلي؟ والله حبيبي مرة ما أقول لك أنا عندي بنات ثلاث أربع ما يخدموا تلي ما يسوون تبع المدارس بس يعني في أشياء ثانية اهتمام الحياة ثانية. تغيرت يعني الحياة تغيرت لا زين أنت تعرفي عاد عاشة؟ أنا ياما جربت وهي يعني إذا خالة بتحط إيدها بيدي بعرف لأنه شوي هو صعب يبغى له تركيز أنا ما أمارس يوميا عشان عمر يتعلم خالة علمينا كيف يسوون هذا التلي. أنا بحاجة تتعلم هاي مهنة حقي الأوليين ريالي حلقة من الحلقات بقول لك كيف يسوون التلي الأوليين ريال يخدمه ريال يخدم التلي والله يخدمه تعلم يخدمه حتى البوادي الكبار يخدمها ما شاء الله ريال يعني يخدم ويخدم يلا عقب يمكن تاجر فيه ان شاء الله ينصحوني نصيحه الجماعه جزاهم الله خير ما تضرب علينا عاد ان شاء الله نراعيكم بالاسعار. يستوي انت تشتغلين شويه تسوين شغله معينه وانت حرمه ثانيه تكمل ولا كل واحده عارفه كيف عادي اللي يعرف يخدم انت تعرفي دور يشتغلي زين بناتي يعرفوا دور ويشتغل زين ينباع التلي الحين اللي تسوونه في ناس يشترونه الحين انا ما ابيع الصراحه انا هذا تلي ويوم حد يطلبني اجيبه زين يعني لحد الحين يعني يبيعوه يعني ويسووا لنا كرمة المداخن يسووا فوق دلال زينة يسووا يعني وايد نشوف هاي في التوزيعات نحن خاصة في الأعراس في المناسبات يوزعون يعني. هاي الشغلات إذا كملي لنا خالو فاطمة كيف يسوون التلي كملي لنا شو نبغى نتعلم هاي التلي هي شغلة سهلة صح انتم كنتوا بنات صغار تعلمتوها بسرعة هي نعم مثل عقاص الشعر امي ولا لا الداخل حبيبي تدخل لها شوفي ها هالشكل دخلي بس الخوصة يعني تخليها سيدة ما تخليها تنقرض هي شوي صعبة علينا لان نحن اول مرة نشوفها لكن الواحد اذا بيسويها كل يوم بيكون سهل عليه وتقول لك في ريايل كانوا يسووا وسووا ايام قبل ريال والله يسوي بوادل سووا بوادل لين هني وسووا ملياتي غيط ملابس وكل شيء ما شاء الله طيب اتوقع عاشة تعرف تسوي براقع هي عاد البراقع لعبتي براقع هي سووها في عاد في قوطي البراقع في القوط يسمونه ما كنتوش يحطونه عاد يخدمونه لحد الحين موجود هذا الشيء يسوون
الحريم قليل يقرضوا براقع، الحين طلعوا يشترونه جاهز الهنود والهاي البنغاليه، فقاموا يسوونه ما يتحرك، يحطون التلي في البراقع يحطوا فيه حد يحطون فيه فوق هي. لا الشبك مال التلي غيري يعني غير يعني بقلم مثلا كور اثنين والدوخلي الخوص استوي يستوي شبق يعني شبق بالخوص استوي ما شاء الله شغله احس خاله شغله يعني سهله مو بشغله لكن ترى الحين قولي بقى نحن دائما نشوف اللون الذهبي والفضي دائما في التلي ليش هاللونين بالذات ليش ما يحطون الوان ثانيه ترى اللي اذا حبيتي انت تبي ابيض تبي ملون تبي على حسب ذوقك بس اكثر يعني. شيء يحبون الذهبي والفضي صح حق الزينه يعني مو يعني شو اسمها طيب أمي أنت طبعًا هاي اللي تستخدمينه الحين بدل الفضة صح؟ لا هذا عادي خوص عادي. بس بدل الفضة يعني قبل كنت تستخدم الفضة هاي بدال. الفضة هي بدال الفضة. هذا عادي يعني شوف إذا حرقته بينتهي بيحترق. ما يتم يعني. لا لا ما عادي شلي وقصي منه وحرقي شوفي. خلاص بيخترب كله ما يدوم. لكن الفضة لا الفضة حين لو أنا مثلًا أخدم الفضة وبتقولي خالو يبي بحرق هذا كله الهدوم ما يخترب يدوم الهدوم تطلع اما الخوصه تتم بطولها يا سلام لين تحلي هي والله بعدين استخدم ما سوى ترى يشلون شو اسمه هي يرد يستخدمونها من اول وجديد هي نعم يسوى يخدم يسوها من اول وجديد يا سلام طيب للحلقه الجايه لازم انت تسوي لنا عاد ان شاء الله ليش لا تسوي لنا تلي بسوي لازم ما عندي تعال انا بعطيك شاي ان شاء الله يا سلام ترى هذا اهميه بان نحن اليوم لما نتكلم عن التلي ونتكلم عن هذه الحرف والتلي شيخ الناس تبيع واول تبيع هي كانت تجاره قبل يعني يقولوا الحين بالمتر اول لولي مساكن يقولوا بالذراع هي يعني عندنا نحن هاي ذراع هي اربعه ذراع يمكن من الصريال يا سلام ما قبل هي قبل يوم اول الحين عاد كم الحين لا غالي غالي ها ترى الحياه تغيرت طبيعي كل شيء بيغلى كل شيء تبيغ تغير لا عاد اللي يصنعونه باليد يقولون اغلى من اللي يسوونه في الماكينه شيء غالي يسوونه فيعطيك العافيه الوالده فاطمه صراحه نحن تونسنا وياك تعلمنا الاشياء اللي تخص التلي وان شاء الله عمر يدخل في المجال ويسوي تلي بدل ما هو يداحرني 24 ساعه من القلب انا بجيب علي انا اجيب لك هذا والخوص وكل شيء قهو ما تقصر عليه يشتغل والله ما تقصر علي كنت تشتغل يعني كل ما بيسوي شيء غلط عليك بضربه كل الاولين يعلمونه صح والله ولدها لا لا ما يضرب ما يضرب ما قول الله ما بيتعلم بدون ضرب لا لا بس فهم يفتهم بيتعلم لان هي تضرب عيالها موي فعشان شي تبل ما اضرب عيالي انا ما مع مبدا الضرب التربيه يعطيك العافيه الوالده فاطمه عبد الرحمن صراحه والله تونسنا معك الله يخليكم ويطول بعمركم مشكوره ما قصرت الله يعافيكم يعطيك العافيه تفضلي استريحي معنا بالراويد شيء حلو الحين بيطلع على الشاشه طبعا مشاهدينا راح ننتقل معاكم للفقره اللي عمر من بدايه الحلقه وهو يترياها وهو فقره التحدي بالاماكن التراثيه صحيح. وانا وديتكم لمسجد من مساجد كلبه القديمه واللي هي تعتبر منارات قائمه تؤصل لتاريخها وتحافظ على خصوصيتها ويعزز بقاء هذه المساجد ويعزز وجودها ايضا الدعم والعنايه والاهتمام الذي توليه اياه اماره الشارقه واليوم نحن بفقرة المعلم التراثي حبينا أن نحن نستذكر معاكم أحد المساجد القديمة في المنطقة خلينا نشوف هذا التقرير ونتعرف عليه
طبعا هذا المسجد يعتبر إحدى مساجد مدينة كلباء الباقية إلى الآن والمحافظ عليها من قبل الجهات المختصة. أمانة الحين أتريع عمر يقول جمالية التقرير. أنا أقول لك صراحة تقرير جدا جميل وأشكر طبعا المصور محمد فاروق اللي صور لنا هذا المكان اللي ودانا لهذا المعلم التراثي الجديد. ولكن انت وين تعاشف التقرير؟ انا قلت بسوي حركه جديده اني ما بطلع بالتقرير يا اصلا. قلنا الحين عمر بيقلدني في مكان التراثي ولا مكان السياحي بيسوي نفسي ما بيظهر في التقرير. هذه يعني الحين يعني شيء جديد. فاتفقنا انا والمصور فاروق ان نسوي هالحركه. فاروق معانا طبعا نوجه له تحيه. تم الاتفاق محمد على هذا الموضوع؟ ما يقول لا. يقول هي. فيعطي العافيه على التصوير مشى يعني على الكلام والملاحظات اللي انا اعطيته وقلت ابغي شيء وابغي شيء. فيعطي العافيه فاروق ما قصر. التقرير حلو وغطى على كل تقارير عمر. لانك انت ما مقدمه لنا عاشه. لا والله انا كنت موجوده. اعطينا معلومات عن هذا المسجد. شوف هذا المسجد يسمونه مسجد زيد بن ثابت. من اقدم من المساجد القديمه الموجوده في مدينه كلبة وتم ترميمه. والشيء الحلو انه لين الحين الناس يتجمعون فيه مو بس يعني للصلاه او لقراءة القران، لا يتجمعون فيه اهل الفريج يتشاورون فيه يسولفون. فهي يهتمون بالجوانب الاجتماعيه والمظاهر الاجتماعيه. اتوقع لحد الحين يسوون فيه الحصص الدينيه لين الحين. هي كل يوم عصر يكون في حصه دينيه يقرون فيها القران يحفظون اجزاء من القران. فشيء حلو ان الواحد يعني يتم محافظ على المساجد القديمه. وشيء حلو دائما يكون في ترميم لهذه المساجد بحيث ان هي ما تفقد طابعها التراثي وطابعها. وين مكانها؟ عند القريه التراثيه في مدينه شلبه. ممتاز. جوار القرية يعني التراثية. على الشارع اللي على البحر. هي على الشارع البحر قريب القرية التراثية على يمينه يكون. ممتاز. تعدي القرية التراثية بتحصل المسيد. فأتمنى تصير تجرب الصلاة في المسيد هذا يا عمر. يا سلام عليك. نشكرك عاشة على هذا المكان وهذا المعلم التراثي الجميل اللي وديتينا يا أنت ومحمد. وأمانة هو محمد بروحه. فشكرا لك على هذا المعلم التراثي وأكيد. والله كنت موجودة. طيب. نحن متواصلين معاكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل. حيا الله مشاهدينا في كل من يتابعنا في برنامج حديث المساء. وصلنا معاكم للفقرة اللي نتعرف فيها على الفنون الشعبية والألعاب الشعبية. نحن الحين عندنا الفن الشعبي اللي كلكم مثل ما تعرفون هو نتاج لكلمتين. الأولى هي الفن وهي محاط نظر كل الإنتاج البشري بتعدد القوميات والثقافات. فالفن هو ترجمة للأحاسيس الغير منطوقة ومتنوعة من حيث مصدرها إن كانت مرئية أو مسموعة أو حتى محسوسة. أما الكلمة الأخرى واللي هي شعبي حينما يختلط الفن بالكثير من المفردات يكون هنا نوع من السحر الجميل الذي يستقي كل أبجدياته من الموروث الثقافي والحضاري القديم المرتبطة ببيئة المكان وتاريخ الإنسان الماضي. خلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف على هذا الفن. مثل ما قال الشيخ زايد الله يرحمه، اللي ما له ماضي ما له حاضر. وأنا الحين أبغى أتكلم عن شوي من التراث الإماراتي اللي هو فن العازي، وفن معروف بين العرب والقبائل. فن العازي مثل ما قلنا هو فن خلينا نقول طرب ومدح وفخر وتكبير من شان الشخص اللي قدامك. فهو يبدأ حالياً يعني مو بالقديم في دولة الإمارات. الفن العازي ما يعتبر إنه القديم، لكن ونعم في الأربان اللي أسسوه. لو قلنا بعد في دولتنا المجاورة سلطنة عمان هم مؤسسين هالفن فن العازي. خلينا نقول عن فن العازي. قلنا فن العازي بعد كذلك يمدح فيه الشيوخ، يمدح فيه الشيوخ ويمدح فيه الناس الكبيرة والموجودين. وحتى انه في الزمان يسوونه حتى في المولد. في المولد يسوونه بالافراح في الاعراس. لكن نظام العازي عن اللواب يفرق. اذا تكلمنا بعد عن العازي، معروف بين الناس والقبائل والناس سمعته واشتهر حتى في الاعياد الوطنيه. إذن فن العازي من الفنون الشعبية الجميلة لدولة الإمارات واللي نعتز فيها كإماراتيين وأيضا للدول الخليجية واللي طبعا نتشارك في بعض الفنون الشعبية
في مختلف أشكالها وأنواعها. طبعا ننتقل معكم إلى عنواننا وأيضا تقريرنا التالي. تشكل الألعاب الشعبية في الإمارات أهم عناصر التراث الشعبي وجزءا مهما من الذاكرة، فقد حظيت الألعاب الشعبية باهتمام كبير لما لها من فوائد جمة تعود على اللاعبين في مختلف الأعمار وما تحمله من معاني. فخلونا نتعرف على اللعبة اللي مجهزينها لكم في هذا التقرير، فلنتابع. ترتبط معظم الألعاب الشعبية في المجتمع الإماراتي بأغاني وأهازيج جميلة تضفي الحماس والمتعة حينما يمارسها الأطفال بدافع التسلية والمنافسة والتحدي لقضاء أوقات الفراغ في الماضي. تعد لعبة الكرابي لعبة ثنائية يتقابل فيها لاعبان وجها لوجه في حلبة أي أرض صلبة، ويقف كل منهما على الرجل اليمنى، أما الرجل اليسرى فتكون مرفوعة عن الأرض، حيث يمسك كل لاعب برجله اليسرى المرفوعة بواسطة يده اليسرى ويقفز على الرجل اليمنى، وأثناء القفز يدفع اللاعب خصمه بيده اليسرى، فإذا وقع الخصم على الأرض يخرج من اللعبة ويحل محله لاعب آخر. نجحت هذه اللعبة في أن تكسب الطفل الإماراتي مهارات التوازن والمنافسة العادلة، فضلاً عن تعويد النشأ من الذكور والإناث الاعتماد على النفس والحماس في أداء الحركة البدنية والذهنية، وتساعدهم على التفكير السريع والابتكار سعياً وراء الفوز. طبعا ومن الالعاب الشعبيه اللي لها جو مميز خاصه اذا في هالوقت بيلعبونها الاطفال ايضا بعد بيستمتعون فيها، راح ننتقل معاكم مشاهدينا من الالعاب الشعبيه الى السيارات الكلاسيكيه اللي الشباب لهاليوم لهالوقت ما توقفوا عن التجميع واقتناء هذه السيارات. فلوكس فاجن بيتل هي سيارة صنعت عام 1971 للميلاد في ألمانيا. أنتجت شركة ديزني لأول مرة عام 1968 للميلاد فيلم ذا لاف بيج عن سيارة سباق فلوكس فاجن بيتل تسير بدون قائد. وتأتي هذه السيارة من فئة الصالون وتحتوي على إضاءتين أماميات وأسطوانات بلون لامع الشكل مقاسي 15، ويتواجد محرك هذه السيارة في مؤخرة المركبة. تحتوي هذه السيارة على أنبوبين وتعتبر من السيارات مغلقة السقف، وتعد من فئة الكوبي لاحتوائها على بابين فقط، وتسير السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 90 ميلا في الساعة. وطبعا من بعد ما تابعنا معكم هذا التقرير واللي يتكلم عن السيارات الكلاسيكيه واللي يهتم فيها الشباب بشكل كبير لهذه اللحظه، نعم. نروح معاكم ونتعرف على معاني المصطلحات ونشوف الاجابات الصحيحه اللي نحن قلناها، واتوقع 100% ما في ولا جواب صحيح من زين. خلالنا المصطلح الاول المصطلحات المصطلح الاول شو؟ المصطلح الاول السجي. السجي مصطلح تراثي يطلق على حاله المد للبحر. شوفي انا قلت لك لا علاقه قلت وقت في بالمغرب والعشاء والصبح غلط، ترى على فكره المد والجزر لا علاقه بالوقت. شو قلت لك؟ لا تغير المعنى. طيب. البابه طبعا تعني فتحه القرقور التي تدخل منها الاسماك. انزين الثالثه الدغابيس نبات يستخدم كدواء لمرض السكري.
الله يكافينا الشر. وايضا آمين. العنوان التالي البقاره هو نوع من السفن القديمه. انا قلت لك في البحر. هي انا قلت في البحر، هي قالت في النخل. انا قلت البحر. وين اللي بعده؟ الخماري حبل يساعد في رفع الشراع وهو من حبال الدقل. هي انت شو قلتي نوع من انواع زينه النساء؟ لحظه انا كتبت هني. هي انا حطيت ببالي الشيله وما شيله. طيب من بعد ما تعرفنا على المصطلحات اكيد نصل الى الختام، وختاما يحلو الكلام مع السلام، ونلقاكم في مساء تراثي جديد. وبالتأكيد الرهان مستمر بأن تكون الإمارات حاضرة بماضيها كما هو حضورها المستقبلي. وداعة الرحمن مشاهدينا إلى لقاء آخر، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومساء جديد مطرز بخيوط الخوص الفضية. ونختم نسيجنا التراثي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في ليلة وأمسية من أماسي حديث المساء، ومع السلامة. حياكم الله.